نسمعوا بعضنا بهدوء وننطر. تفضل. إذن حنا الإشكال المطروح اللي راكم تطرحوه انتوما قضية نتاع فتح المستشفى، هذا واحد من الحضور ولا اللي غايب ولا المسؤولين اللي راهم على مستوى محلي ولا على مستوى مركزي، واحد ما يقدر يرفض هذا الطلب، حق مشروع. اثنين، الوعود السابقة اللي التزمت بها المديرة السابقة وموفتش بها، ما نقدرش نتكلم في مكان. السيد الولي مد وعود، ولاية سطيف كنت قلتها بين في الطريق في الجماعة اللي تلاقيت معاهم، على باليش وينهم يكونوا حاضرين معنا راهم هنا. السيد الولي مد وعود، ولاية سطيف ولاية قارة، ولاية كبيرة فيها 2 ملايين بشر، 2 مليون دابيتون، فيها 20 مؤسسة صحية، فيها 69 بوليكلينيك، فيها 240 قاعة علاج ومركز صحي، فيها سي اش يو فيه 3500 عامل. وعود الوالي إذا كان ما توفتش عنده هو ثاني ظروف، عنده ظروفه ونعذره. أنا العبد الضعيف قدامكم تنصبت عندي مدة قليلة جدا، عندي مدة مش طويلة، أبان راني دوكا نعرف الملف تاع الصحة في ولاية، في الولاية اللي راني نشرف عليها. هذا التنصيب تاعي ما لا أدخر جهدا، لا أدخر جهدا في من أجل تنمية الصحة في ولاية سطيف، ما ندخرش. والدليل على ذلك هو في هذو 3 أيام تاع الاحتجاج تاعكم، راني 3 أيام هنا، النهار الأول كنت وتلاقين جيتكم حتى المكان وما صرا والو. اليامس كنت هنا في الدائرة على أساس باه نلتقيو هنا، ما كانش اللقاء. واليوم ثاني جيت وتلاقينا في على مرحلتين في الطريق، وهني هنا نتحاور معكم من أجل هذه المشكلة. إذا كاين نية حسنة وربي يعلم بها، هو اللي يعلم بالنوايا، باللي نحوشوا نحلوا هذه المشكلة بمنهجية وبعقلانية وتتحل بربي إن شاء الله. لما يكون الحوار عدم التشنج ويكون الناس عاقلة، يعني الجميع العقل يكون من جميع الأطراف باش تتحل مشاكلنا، بالتشنج وبالغضب وبالذاك ما تحلش مشاكل، والله ما يتحل المشكلة. هذه قانع بها وعن تجربة وعن دراية. إذا بقات دوكا بيت القصيد هو وقتاش تفتح المستشفى. أنا البارح والبارح يومين قبل واليوم قلت باللي أعطيونا شهرين منا لبرومي ماي إن شاء الله، برومي ماي 2020 المستشفى يكون عملي، يكون فيه حاجة اسمها EPH بني عزيز 60 لي، فيه 5 سبيشاليتي دو باز. هذا لا نوموكلاتور تاع لي زوبيتو من هذا النوع، مستشفيات ساعة نتحدث بالفرنسية باش ما لقيتش الكلمة برك، وإنما مش مشكلة. هذا المستشفى أو المؤسسة العمومية استشفائية 60 سرير، هذا هو لاطاي تاعها. هذا أنا على بالي باللي مستشفى كيما هذا كي يكونوا فيه لي سبيشاليتي هذو 5 دو باز، يسربي مدينة بني عزيز وما جاورها لمدة 20 سنة فما أكثر، على أمل أن تكون فيها برامج واحدة أخرى. عيش يا راس، عيش يا راس إلى 20 سنة. والسيد الوالي، السيد الوالي نزيد نبلغكم باللي قال لي التزم بتاريخ أول ماي، قال ها وراني نهضر راني كبير راني كبير وعاقل، نقول باللي السيد الوالي راه قال لي قول باللي البرومي ماي يتحل المستشفى. واحد، اثنين، الفكرة الثانية اللي يعني السيد الوالي بالانشغالات تاعو راه يخدم حوالي 12 14 ساعة في النهار، نقولها لك ها، ومانيش راني كبير وعاقل وما نكذبش عليك، والله ما نكذب على حتى واحد، وما عنده مدى نكذب. راه انسان يخدم من 12 ل 14 ساعة في النهار وعنده التزامات، قلت لك بولاية بحجم قارة، ولاية بحجم دولة، بسكانها بانشغالاتها، هذا ماء تريسيتي غاز طرقات اتسيتيرا، مشاكل. قال لي بلغهم باللي نقدر نستقبل يعني مجموعة من هذه الوجوه الطيبة هذه، قال لي نقدر نستقبلهم عندي في الولاية بدون أي إشكال، ويطرحوا هذا الانشغال ويسمعوها مني، يسمعوها مني باللي من البرمي ماي بربي إن شاء الله هذا المستشفى يكون عملي. هذا هما الأفكار اللي نقدروا نزيد نقول لكم باللي في هذا خلال الشهرين اللي باي تفتح المستشفى، أنا نقول باللي منا على أسبوع إن شاء الله يكون هناك أشغال وتنطلق.
احنا كاين روتوشات، روتوشات لازم نكملوها. هذا مستشفى، هذا مستشفى ماهوش مش قاعه كيما هذه. قاعه كيما هذه تكون فيها طاوله، ولا دوك الجماعه اللي ما لقاوش كرسي وما مش قاعدين ماهوش مشكل، كرسي ما كانش، بصح مستشفى لازم نوفر لك السرير ونوفر لك جميع الاجهزه. كان اللي رانا متواجدين فيه هو مستشفى 60 سرير تاع بني عزيز. انا مبشر اهل بني عزيز باللي ما بقاش من الكثير غير القليل، ويتفتح هذا السرح الصحي بحول الله في اقرب وقت ممكن. احنا مدينا موعد اول ماي، ربما يكون قبل اول ماي. السيد الوالي راه وعد وقال لي نتكفل بجميع الانشغالات اللي تخص هذا المؤسسه، وانا راني كنت هنا ونطلب منهم يعني باش يفتحوا الطريق تاع اللي راه مغلوق هذا، يعني يعني يفتحوا الطريق على المواطنين، يحتاجوا الناس واحد التحركات العاديه. وبربي ان شاء الله في موعدنا اول ماي، وقبل هذا كاين اشغال قبل اول ماي في الاسبوع القادم ان شاء الله المقبل يبداوا الاشغال نكملوها وتنطلق ان شاء الله نفوتوا الى مرحله واحده اخرى وننسوا مشروع المستشفى اللي يكون منجز ان شاء الله. المهم هم شافوا بأم عينهم بأن التجهيزات كاملة وتوفي متطورة تفي بالغرض 100%، ولهم الحكم. هم صوروا بالفيديو وذوك المعلومات تنتقل بسرعة جدا، وهم عندهم فكرة طيبة جدا. يعني احنا شفنا الماتريال الحمد لله وكامل في بلاستو وكامل جديد، يعني ما مكونترالينا إلا جديد والله هو قديم. بعد ما سمعنا باللي داو استعملوا عين كبيره وهذاك، جبنا شفنا حنايا هنايا في البلوك كامل ماتريال جديد، وعد مدير الصحه وعد باللي الاشغال السمانه الجايه ان شاء الله تبدا. احنا نزيدوا نمدوا المهله ان شاء الله السمانه الجايه ونشوفوا الاشغال. يعني هي على حسب كما نقولوا حكم العاطفي يبان عنده الحق. احنا درك رانا نحوسوا على التجسيد في الارض، يعني هذا كما يقولوا الناس بكري اللسان ما فيه عظمه او يتلوى كما يحب.
وشنو احنا كي نشوفوا ان شاء الله ارض الواقع راح تكون عندنا هضره. يعني الكلمه الاخيره احنا واش راحين نقولوا؟ درك المدير هذا رانا سمعنا عليه وهدر واش جاب من برنامج تاعو. احنا درك اللي الحاجه الوحيده ودخلنا المستشفى هذا وشفنا بعيوننا الماتريال راه والله ما شاء الله راهو باجهزه متطوره. وحتى ان الكلام اللي كان يدور في الشارع انه الماتريال ناقص والماتريال ما كانش وغير جاهز وهذيك، الماتريال راهو في بلاصتو محطوط وراهو واجد للاستعمال وللعمل وانطلاق العمل. بقات بعض الرتوشات كما رانا كنا نشوفوا فيها خارجيا ماهيش في المستشفى الداخل، حتى هي راح تكون في محيط المستشفى ماهيش في داخل المستشفى. المستشفى الداخل راهو جاهز 100%، مازالت رتوشات ترميمات خارجيه. ان شاء الله هو راهو عندنا باللي نهار الاحد والله الاثنين المقبل بربي ان شاء الله تبدا الاشغال في التهيئه الخارجيه. احنا درك ما علينا غير ننتظروا ونشوفوا الوعود تاعو وين رايحه. اعطانا شهرين مرحبا به، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون عند كلمته ويتفتح في برومي ماي ونستفادوا منه اهل المنطقه والقرى اللي مجاوره كامل. والله يا سبيطار هذا ونخليوه يخدم صح، ويكون هذا الانسان اللي راح نعطيه له فرصه راهو يهدر وحاب يخدم او يقول اني حاب نخدم. انا مانيش كيما الناس، انا نهدر على حساب واش نقدر. راهو لو كان نخليوه يخدم الاسبوع الجاي صح يبدا يخدم. قال لك البشاوي ياكل لي يومين، عنده الباطيمات هذوك من هيه راح يدير فيهم الفارماسي والاداره، قال لك على الاقل راح ياكلوا لي سمانه. المهم التهيئه العمرانيه هنايا لداخل الطابي وهذيك يزيدوا ياكلوا له سمانه، شحال راحين يزيدوا؟ قال لك اقسم بالله، قال في السمانه الجايه نبدا. والله وتمشي الوتيره مليحه اقسم بالله غير قبل شهرين نفتحوه، الشهرين ماكسيمو. هدرته وسالته على لي ميدسان، على لي ميدسان لي سبيسياليتي، اسكو يروحوا يديروا لنا مشكل ولا ما يديروناش مشكل في الشهرين هذو. واش قال لنا؟ قال لنا لي ميدسان اللي نقدروا نوفروهم تاع طب الاطفال وطب النساء الداخلي، امورات اللي نقدروا نطبها اللي واجدين نقدروا نجيبوهم، واللي ماوش واجدين باه ما نكذبوش عليكم. راهو قال لنا ديبانيو بلي جينيراليست حتى نجيبو لي مناصب ويجيو لنا لي سبيسياليتي. لا خاطركش باه نكذب عليك، انا نقول لك باللي هم واجدين اليوم هم ماهمش واجدين. الجراحين راهو ديباني حتى نهار يرسمهم هنايا، حتى نهار يكونوا احنا على بالنا باللي الجراحين اما مش متوفرين ودي سبيسياليتي ماهوش متوفرين. المهم سبيطار الداخل اللي كنا خايفين احنا من الماتريال، اقسم بالله يا الماتريال غير راهم بلاصي اللي تويو واجدين كلش راهو طب. والماتريال اللي شفته انا هنا والله ما شفته لا في عين كبيره لا في بقاعه لا في بلاصه خلاف. المستشفيات اللي شفتهم خلاف والله ما يسعى، والله ما يسعاوا. اجماعة وفيما يخص الطريق راهو قال لكم الوالي راه دا من عنده توصية، قال له سبيطار تفتحوا بصح بشرط قنع لي المواطنين يفتحوا لي طريق يفتحوا. انا مانيش نقول لكم تفتحوا الطريق، مانيش نقول لكم تفتحوا الطريق، راني نقول لكم الا قنعتوا بواش عطاكم وحابين سبيطار يتفتح نفتحوا الطريق. الله يسهل 58 يوم ونوليو لهنا. حنا رانا صبرنا 11 سنه وصبرنا 6 شهور وزدنا 6 شهور نزيدو نصبروا شهرين وخلاص شهرين. بارك الله فيكم. الوالي راه رايح اليوم باش غدوه يبداو يجيبوا يخدموا. هاي روحوا القريه، روحوا للقريه، هاي هاي روحوا القريه، روحوا للقريه، روح مع انت، روح تشوف دشي هذا. روح تصور تحتك بيك انت. والله العظيم